اليوم كما شفتوا قمنا هذه العملية بالمؤازرة ديال السلطة المحلية في إطار ديال باش نحاربوا ديال الاحتلال المفرط اللي عرفته المدينة من طرف بعض المقاهي بعض المحلات التجارية اللي كنا واصلين فيها السلطة باش تعازرنا في هذا الإطار. وعلى قبل ما نخرجوا لهذه العملية كان المجلس البلدي دارس في إحدى دوراته قرار تنظيمي وكان هذا واحد السابقة مهمة جدا اللي هذا القرار الجنائي هو اللي كيعطينا تنظيم ديال الاحتلال المؤقت، بمعنى أنه كان كيمكن كان هذا القرار الجنائي كيعطينا المسافة اللي كيمكن واحد المحل يستغلها بمقارنة مع الرصيف اللي هو قدامه. كما شتي الناس دابا راه كتستغل واحد المساحة كبيرة، إذا هذا القرار التنظيمي جا باش ينظم هذه العملية. من بعد ما صاوب المجلس تحال على سلطة الوصايات صادق عليه وجا جانا المصادق عليه. الآن خرجت اللجنة بجميع السلطات المحلية الأمن النقية المدنية كما شفتوا وبدينا غادي دار برنامج لهذه العملية على أساس تقريبا 3 أيام في كل مقاطعة. اليوم هو الاول كيما شفتوا معانا الناس اول عمليه كانوا قمنا بها بعدا علمنا الناس لانه ودي هذا العمل راه يقتضي حصول على رخص استغلال مؤقت قبل ما تستغله. يعني صاحب مقهى او صاحب محل تجاري خصو يجي للمصلحه ديالنا ويحط طلب ديالو باش يحصل على رخصه، ملي يحصل على رخصه عاد يمكن ليه يستغل. الواقع ان الناس كتمشي تستغل قبل ما تحصل على هذا، اذا هذه الحمله هي جات في هذا الاطار توعيه وتاسيسيه وجذريه. قمنا بالعمليه راه كما شفتوا السلطات المحليه قامت بالحجز ديال بعض الكراسي وبعض السماء الناس اللي متجاوزه المساحه او الناس اللي ما عندوش ترخيص بتاتا. وعطينا تلمونا ان الناس يمكن لهم يتصلوا بالجامعة الحضارية للحصول على الترخيص. القرار التنظيمي اللي مزات الجامعة.